أصدقاء، صباح الخير ويوم جميل إن شاء الله. دخل لكم الصحة والعافية هاد النهار. بالنسبة لخوت ديرنيير مينيت، الكانتين اللي غيكون في الأوتيل ستيبل، لا ديستونس ديالها اللي غتكون 4400 من المسافات الطويلة في الأوتيل. 13 متسابق، 13 عود، يعني 13 عود عنده واحد الكاريير كبير 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 في الديكانتيات. كاين شي حاجه اللي غادي تلقى لي اول مره غتجري هاد لا ديستونس و تستيب بالفتيران هذا، وكاين اللي عندهم التجربه. نورمالمون الاخوان تنظن ان جوليو ماكير هو الكرون فافوري رقم واحد، الدوزيام فافوري غيكون الويت، وغادي نشوفوا الاخوان الكوت حاليا، لان الكوت الخوت راه ناخذوا جوج في الكوت، ونتمنوا الخير للجميع. بالنسبه لاخوان جيني كورس واحد 12، واحد 12 الاخوان، فيت اتونسيون من هاد البياج ديال لاكورس. بالنسبه لاخوان سيليكسيون اللي عندنا، كنظن سيليكسيونا واحد 10، انا فقط فضلت واحد 10، جوج 9، 6، 5، 11 لا سوربريز غيكون الرقم 3. بالنسبه لي فافوري ديال جيني كورس، قلنا 12 واحد، خديت انا الواحد، ولقيت الباري تيرف 8-1، خديت الواحد، دونك راه 8 و12 هما مزيانين، مين اختاريت واحد لا غير، اختاريت واحد. بالنسبة خوت الكوت، الكوت حاليا اللي غيعرف الكوت حاليا، كاين الواحد والتمنية هما لي جران فافوري، وكاين 12 و10، دونك كاينة شي حاجة الإخوان تما، شي حاجة ما غاداش تجي، وكاينة شي حاجة غادا تجي. إذن ان ويت اختارينا فيها الان، و 12 10 اختارينا فيها العشرة. هادشي اخوتي اللي قدرت نوصلو لكم، وتحياتي لكم الاخوان، وخليت لكم الراحة ومع السلامة.